السبب انه كلهن بدهن نسوان يشتغلوا عندهن. شو عمل اني؟ تاهت ولقيناها. حلو لهن. حلو، شو اللي لقيت هي؟ اذا هيك الحل عندي. ايه دي بدنا راك، شو الحل؟ صراحة أول مرة بشوف واحد بتمنى تيجي بنت. يا حبيبي ولا يجيني ولد ويكبر ويصير زي حضرتك يدور على الشغل بالجرايد. لا يا سيدي، لا يا أبو صابر، كل الله شوارب يا حبيبي هدول. طب اقعد اقعد اقعد، شو عملوا لك شواربك؟ شغلوك؟ يا عمي يا حبيبي، هذا من زمن الشوارب. والله ما بحلقهم لو إني بموت من الجوع، أعوذ بالله. بعدين لو حلقتهم لنفترض يعني بدهم يشغلوني؟ أنت افهم علي واعمل زي ما بحكي لك. صباح الخير استاذ. صباح النور، تفضل مدام. انسي لو سمحت. اسف يا ستي، تفضل. تقبشني، يزيد فضلك. أي خدمة، تفضلي. أنا جاي بخصوص الإعلان اللي معلقينه على الباب. أها، قصدك بخصوص الشغل؟ أنا لحلوبة بالباو الشراء. إيه على راسي والله، إيه بس اليوم أنا وظفت واحدة وبكرة نازل تسلم الشغل. طب ليه الإعلان كمعته على الباب؟ تياسي، والله تياسي، هسه بشيله. منيح هيك يا ستي؟ انتو خسرتوا واحدة ما لهاش اخت بكل البلد. ايه هذا من حسن حظنا، ايه قصدي من سوء حظنا. متاسفين والله مدام. باي. مع السلامة، الله يكون في عونه اللي بده ياكلك، مع اني والله متاكد ما بوقتك لرب العباد. شايف يا ابو صابر؟ لا الشاكرية زبطت معي، ولا لما عملت هالحرمة زبطت معي برضه، زبطتي. طيب وين المشكلة؟ جرب المفتول. بالنسبة للشاكرية ما زبطتش معي، لأنه أنت علمتني إياها. أما بالنسبة للشغلة الثانية برضه ما زبطتش، لأنه شكلهن بدهن مواصفات أعلى. طيب شو الحل؟ والله ماني عارف يا أبو صابر. في لي صاحب برا بيشتغل بشركة كبيرة، بجوز يأمن لي عقد عمل عنده أطلع عنده أشتغل برا. له يا أبو الفهد، وبلادنا لمين نتركها؟ إذا كل واحد ما لقى شغل يهاجر؟ شو عمل يا أبو صابر؟ شو عمل؟ بدي أعيش؟ يا ستار معلش آسف خيتي. عمل لي يعميك مش شايف؟ يا عمي انت اللي صدمت فيي مش انا. وكمان فوق ما انت اعمى ما بتستحي، شوف قدامك بدل ما انت ماشي مع مقمارك. الله يجيبك يا طولة الروح. خلص يا خيتي تخلص روحك زي العجل، مش شايف قدامك؟ الله يرضى عليكي، روحي من وجهي لاني شايف الديك ارضى. واذا ما رحت شو بدك تعمل؟ ضربني، تفضل ضربني، اذا كنك زلمة ضربني. اخ لو انك مش بنت والله لا كسرتك تكسير. فعلا اللي استحوا معته رجال اخر زمن. لا حول ولا قوة إلا بالله. اسميت أبو فخر شو قال هي؟ قال هي لأنك بنت فديش أمد إيدي عليك. شوفوا بمعنى آخر إنه إحنا زلام بنضرب لأنه زلام، والبنات بنضربوش. يا سبحان الله، حتى في هاي شفت يا سيدي؟ شفت بعينك؟ شفت شفت. شو بدنا نعمل؟ مش قلت لك هذه حكم القوي على الضعيف. نعم للمساواة، نعم للمساواة، حقوق الرجل، حقوق الرجل، حقوق الرجل، حقوق الرجل. احنا النص، انت النص واحنا النص، انت النص واحنا النص، انت النص. بدنا حقنا يلا، بدنا حقنا يلا، بدنا حقنا هالقيد، بدنا حقوقنا هالقيد، ما بدنا قاعدة البيت، وما بدنا قاعدة البيت، بدنا حقوقنا هالقيد، وين حقوقنا وين هيك؟ ليش اخذتوها منا؟ ليش اخذتوها منا؟ لهان حلو.